وجي معادنا دلوقتي مع السوشيال لاب اللي بنحلل فيه اكاونتس المشاهير على السوشيال ميديا عشان نفهم معاكم بالارقام كل واحد بيتعامل مع السوشيال ميديا ازاي وبيستخدمها ليه. نجم السوشيال لاب النهارده هو الفنان احمد فهمي اللي حاليا بيصور مشاهد مسلسله الجديد اللي هيتعرض في رمضان 2023 سره الباتع، بيشاركوا فيه ريم مصطفى، احمد السعداني، حنان مطاوع، ومنى فضالي. تعالوا نشوف انستغرام احمد فهمي. فهمي بيتابعه على انستغرام 5,800,000 فولور، وهو عامل فولور 636 اكاونت. واهم الناس اللي بيتابعها فهمي هم هنا الزاهد، محمد صلاح، علي ربيع، مصطفى خاطر. فهمي ناشر لحد دلوقتي حوالي 530 صوره وفيديو. تعالوا نعرف الصور دي تفاصيلها ايه. طبعا معظم الصور كواليس وبوسترز لاعماله. فهمي معروف بصداقته داخل الوسط الفني، ولقينا انه ناشر اكتر من 30 صوره تجمعه مع اصحابه من نجوم زي اكرم حسني، محمد انور، شيكو وغيرهم. اكتر عدد صور لقيناها هي صوره مع مراته الفنانه هنا الزاهد اللي دايما بتكون ترند. لقينا انه ناشر اكتر من 60 صوره معاها في مناسبات مختلفه. اللي يعرف احمد فهمي كويس يعرف قد ايه هو بيحب الكلاب ومربي عدد كبير من الكلاب في بيته، عشان كده فهمي ناشر لحد دلوقتي 40 صوره مع كلابه بس. كلابه المفضلين هم نجمه وطوفان، وطبعا اشهرهم زيزي اللي عامل لها اكاونت اسمه زيزي فهمي. فهمي مرتبط جدا بعائلته، فصوره مع والدته كريم فهمي اخوه ليها نصيب كبير على الانستجرام، عشان كده بينشر صور ليه مع كريم فهمي اللي دايما بينشر اعماله وبيدعمه زي مسلسله الجديد ازمه منتصف العمر. ولان احمد فهمي اهلاوي جدا فصوره مع لعيبه ومسؤولين النادي الاهلي موجوده بكثره. من الحاجات الملفته برضو في اكاونت فهمي على انستجرام انه بيتصور كتير جدا بنظارات، نظارات شمس كتير، اشكال والوان وماركات مختلفه، كلهم على بعض عاملين 100 صوره. من الانستجرام لتويتر بيتابع احمد فهمي 1,100,000 متابع، وهو بيتابع 42 اكاونت، ونشر لحد دلوقتي تقريبا 2,574 تويت، واخر تويت نشرها تريلر وبوستر مسلسله الجديد سره الباتع. كده يبقى عرفنا وحللنا كويس اكاونت احمد فهمي على السوشيال ميديا.